بكم، ما بكم معايا في قناة شيوات أم هيثم. ما بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفات اليوم كما تشوفوا معايا في الفيديو فهي عبارة عن طريقة تحضير بغرير الشهداء الرائع سريع التحضير. فقط 5 دقائق غتوجدي بغرير ناجح 100% من أول تجربة. خليك مع الفيديو باش تشوفي المقادير والطريقة ديال التحضير. وغادي نقول لكم بالنسبه لاول مره تشوف القناه ديالي وعجبوا الفيديو، فما تنسونيش من لي لايك واشتركوا بالقناه اللي مازال ما مشتركينش، بارطاجيو مع الحباب والصحاب باش تعمل فائده. اما بالنسبه للناس اللي مشتركين معايا في القناه فما تنسونيش من لي لايك ديالكم وبارطاج، وخليوا لي دي كومونتير ونخليكم مع الوصفه باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. ندوزو على بركه الله المقادير. عندي 500 غرام ديال السميده الرقيقه كما تشوفوا، ماشي الفينو، ما السميده. غادي نضيف معها معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، واحد ساشي ديال الخميره الكيميائيه. انا تنعتمد واحد القاعده ديال نص كيلو ديال السميده فيها معلقه ديال الخميره كبيره وواحده ديال خميره كيميائيه، وعندي معلقه ديال الملح. الا كانت غادي ديروا كيلو ديال السميد فغادي ديروا فيه جوج خميرات كيميائيه، وبالنسبه للخميره المعجونه فغادي ديروا معلقه ونص. وعندي ماء دافئ هو اللي غادي نجمع به، وغادي نخلط بالماء الدافئ كما تشوفوا معايا. القوام ما خصوش يكون خفيف، كان خفيف فان البغرير ما غاديش يصدق معكم، وما خصوش يكون في نفس الوقت ثقيل، غادي يجي البغرير ثقيل. بالنسبه الا كان خفيف راه عنده الحل، اما الا كان بالنسبه عفوا الا كان ثقيل فهو عنده الحل، اما الا كان خفيف فراه ما غاديش تلقاو له الحل، من الاحسن ما تطلعوش البغرير خفيف. صافي كما شفتوا معايا تيولي من الفوق داك الماء داير بحال الحليب. غادي ندوز ندير واحد نصف الكميه في مولينيكس طحانه، اللي ما عندوش طحانه عنده الميكسور فممكن يستعمل الميكسور حتى هو تيطحن البغرير مزيان. صافي غادي نطحنو مزيان كما تشوفوا معايا. فاش تطحنوا باش تعرفوا باللي راه مطحون مزيان تشوفوا دوك الفقاعات اللي كاينين فوق اللي كما شفتوا دابا فقاعات تيديرهم. صافي غنجيب واحد جبانيه اللي غندير فيها البغرير او الخليط كما نقول الخليط ديال البغرير. وغادي ندوز نطحن الباقي. بالنسبه للسميده كما تعرفوا راه تتشرب، شربات شويه زدت لها واحد شويه ديال الماء. غادي ندوز نطحن باقي ديال الخليط. صافي هو كذلك دار لي دوك الفقاعات. بهذوك الفقاعات تتعرفوا باللي البغرير عندكم ناجح وما غاديش ياخذ لكم بزاف ديال الوقت في الاختمار كما سبق ليا قلت لكم في الفيديو. فانا غنخليه 5 ديال الدقائق بالحساب، غادي نسد عليه وغادي نخليه 5 ديال الدقائق وغادي ندوز نخبزو معكم. فانا درت واحد الطيفال سخنات شي شويه وتنمسحها، كذلك البغرير ما تيبغيش المقله سخونه بزاف فهو غادي يتحرق لكم من التحت وما غاديش يجي طايب مزيان، يعني كما تنقولوا مجعد. صافي درت واحد الكميه ورديتها طيب كما تشوفوا معايا. فانا غادي نخليكم تشوفوا يعني البغرير كيفاش طيب، يعني راه ناجح 100% تيتقب على خاطره. بالنسبه يعني العافيه اللي تيطيب عليها البغرير فهي ما تتكونش مجهده لاقصى درجه وفي نفس الوقت ما تتكونش خافته، ما غاديش يطيب وغادي ما غاديش يعني كما تنقولوا ما غاديش يتقب. صافي انا غادي نحيد البغرير الاولى كيفاش كما شفتوا معايا، شوفوا يعني الظهر ديالها فهي ماشي محروقه اولا، يعني بالعكس واخده واحد اللون ذهبي غزال. المره الثانيه غادي نمسحها وثاني انا ديما تنمسح تنحاول بحالي تنبرد ديك الطيفال، وغادي ندير
الخليط ديال البريدة الثانية. انا غنخليها نشارك معكم يعني تشوفوها كيفاش تقبوا كيفاش راها يعني ناجحة 100%. صافي هي وجدات. ودابا من بعد ما وجد ليا البغرير ديالي كما تتشوفوا معايا، فانا درت شويه ديال الزبده والزيت البلديه وتنحاول ندهن به. بالنسبه لهذه الكميه اللي تتشوفوا باللي انا دهنت، فراه ماشي غير الكميه ديال نص كيلو اللي طحنت معكم، فانا هنا درت كيلو، شاركت معكم نص ديال الكيلو والنص الاخر ما شاركتوش معكم. بغيت نعطيكم الكميه ديال نص كيلو، فالا بغيتوا الا بغيتوا ديروا كيلو غادي تضاعفوا كما سبق لي وقلت لكم بالنسبه للخميره. صافي هذا هو الفرق. صافي غنستمر هكا بالدهين ديال البغرير كما تتشوفوا معايا، فهو ناجح 100% بحال الشهده. فقط خليو عندكم قاعده ديال انه نص كيلو ديال السميده، فغديروا فيها واحد ساشي ديال الخميره ديال الكيماويه وواحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه والملح. وهذا هو الشكل النهائي نتاع البغرير ديالنا كما تتشوفوا معايا في طبق التقديم. فرح تيجي غزال مش يعني مشهد او مجعب كامل. اللي ذاقوا عندكم غادي يسولكم على السر ديال النجاح ديال البغرير عندكم، فقط اعتمدوا على هذه الطريقه وانا متاكده باللي غتنجح معكم. من بعد ما دهناه بالزيت البلديه والزبده، فتنضيفوا العسل كاضافه اللي تيبغيو العسل او الحلاوه. صافي وهكذا تنكون وصلنا لاخر الفيديو. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم شكرا الى فيديو لاحق ان شاء الله ووصفة جديدة اخرى ان شاء الله. سلامة.